أعزائي أهلا بكم. اليوم إن شاء الله رايح أحكي لكم بالعامية عن الكرش، وبنلاحظ كثير من الناس أو شخص ضعيف أو نحيف بس كرشه كبير، يا ترى شو السبب؟ يعني بالعامية تراكم الدهون في منطقة البطن لا تقتصر على أصحاب الأوزان الثقيلة، فكثير من الناس بتعاني من بروز الكرش مع أنه بيكون أوزانها مناسبة. وقالوا خبراء التغذية أنه العادات الغذائية الخاطئة هي التي تتسبب في تراكم الدهون في منطقة البطن، وخاصة أنه الشخص لا يمارس الرياضة. طبعا الكل بيعرف أنه الرياضة بتحول الخلايا الدهنية إلى عضلات. سؤالنا اليوم، ما هي العادات المسببة في بروز البطن؟ هناك ثلاث أطعمة مسؤولة عن هذه الظاهرة، فما هي؟ الظاهرة الأولى المياه الغازية والعصائر المحلاة. تحتوي المياه الغازية على كم هائل من السكر، وإنه السكر يخزن في الجسم على شكل دهون. وأيضا العصائر المحلاة إلها دور كبير في تراكم الدهون في منطقة البطن والجسم، رغم أنه الكثيرين بتناولوها على أنها مشروب صحي، وهذا خاطئ. الأمر الثاني واللي بيسبب تراكم الدهون في منطقة البطن والجسم اللحوم المصنعة. كل شخص بيعرف إن اللحوم الطازجة هي مصدر للبروتين اللي بيساعد على إنقاص الوزن من خلال إفراز هرمون الشبع، لكن الأمر يختلف اختلاف كلي لما نحكي عن اللحوم المصنعة مثل البرجر والهوت دوغ وكثير منها، لأنها أطعمة تحتوي على كمية كبيرة من الدهون المشبعة والتي يصعب على أجسامنا التعامل معها، وبالتالي تتخزن في أجسامنا على شكل دهون. الأمر الثالث الملح. الكل بيعرف إنه الملح لا يحتوي على دهون، بس شو المشكلة في الملح؟ إنه الإكثار من الملح يسبب احتفاظ الجسم بالماء، وبالتالي يصبح الجسم أضخم من حجمه الطبيعي. هذه ثلاث أمور تساعد على بروز الكرش وزيادة الدهون في الجسم. إن شاء الله بكون وصلت فكرة سليمة وصحيحة لأعزائي المشاهدين. تابعوني على قناتي دائما في مواضيع قادمة، وإلى اللقاء.